السيدات والسادة السفراء الجدد بأداء اليمين أمام سيادة رئيس الجمهورية وتسلم أوراق اعتمادهم، وهم على التوالي: السيد نوف الهدية سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرتغال. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه لمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. السيد اسكندر دنجزلي سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة هولندا. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. السيدة نبيها حجاجي سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية فنلندا. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. السيد محمد كريم بوديلي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. السيدة مفيدة الزريبي سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. السيدة سعاد طرابلسي سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية اليونان. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. السيد منير الجمني سفير الجمهورية التونسية لدى بوركينا فاسو. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه لمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينه. الإنسانية كلها تعيش من عرش التاريخ، لابد أن نكون في الموعد مع التاريخ. أنتم سفراء للجمهورية التونسية، ولكن لا تنسوا أبداً القضية المركزية وهو الحق الفلسطيني، فأينما حللتم دافعوا عن بلادنا العربية وعن الحق الفلسطيني المشروع في أرضه كاملة
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.